تحية تونس. ليلة رأس السنة الميلادية نستغل هذه الفرصة أولا لتكريم كل الوحدات الأمنية والوحدات الحاملة للسلاح للخروج بتونس إلى بر الأمان في سنة عصيبة 2023. إن شاء الله بإذن الله. هي سنة كانت مليئة بالأحداث، والأحداث متاعها كانت قوية، ولكن كانت كل الأسلاك جاهزة، وكنا وكلكم كنتوا حاضرين نتجاوز المحنة وراء المحنة بكل ثبات وبكل حرفية، وهذا يحسب للمؤسسة الأمنية في تونس، ويحسب أيضا لكافة العاملين في أمن التونسيين في كل الأسلاك بما في ذلك الجيش والديوانة اللي هما يقوموا بدور قوي جدا ومعاضد لأعمالنا. سيد رئيس الجمهورية في كل الاجتماعات تقريبا يتحدث على الدور الأمني وعلى ضرورة اليقظة لتصدي كل أنواع الجريمة، خاصة الجريمة نتاع انتشار المخدرات والإضرار بالناشئة. بطبيعة الحال هو المخطط الأمني يجب أن يتأسس أولا ورئيسيا على مكافحة كافة أشكال الجريمة، وخاصة الجرائم المخلة بالأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي. وبطبيعة الحال أول هذه الجرائم هي جرائم الحق العام، اللي هي جرائم الاعتداء على الأشخاص والاعتداء على الأملاك، وهذايا معناها تعتبر جريمة تقليدية ولكنها جريمة مخلة بالأمن العام وبالطمأنينة العامة لكل المجتمعات. لكن اليوم صرنا نركز أيضا وأكثر على جريمة المخدرات، جريمة التهريب، جريمة الاحتكار، جرائم صارت تشكل من حولها عصابات اللي هي جريمة الاتجار بالبشر. ما تنساش اللي نحن اليوم في وضعية نواجه فيها حركة تاع هجرة قوية، وتعرفوا مليح وتابعتوا خلال هذه السنة توجه قوي للدولة في حماية حدودها وحماية مجتمعاتها الأهلية في إطار التركيز الأمني في بعض المدن من أجل حماية سواحلنا، ومن أجل أيضا اتقاء شر الجرائم المنظمة التي تتخلل عملية الهجرة اللي هي هجرة غير نظامية، يعني هجرة لا تأخذ المسالك الاعتيادية عن طريق المعابر، سواء كانت حدودية أو معابر المطارات والبحرية يعني الموانئ. بطبيعة الحال هذه المسالك غير الشرعية تؤدي إلى تكدس متاع متاجرين في النقل، متاجرين في الأشخاص، متاجرين في معناها قلوا نحن كراء المنازل بطريقة غير شرعية، ثم تبديل العملة غير شرعية، وتتراكم كل التفصيلات الجزئية من أجل أن تخلق عصابات مختصة في تهريب البشر والمناورة على هذه الهجرة. نحن نتصدى لها بشكل حرفي وبطريقة عالية جدا، إن شاء الله تكون النتائج متاعها ظاهرة للعيان. السنة 24 سنة 24 ستكون سنة الازدهار بإذن الله بالنسبة للتونسيين، وستكون سنة الإقلاع.